السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. موضوعنا هاي المرة رح يكون يعني عن الـ OSPF، نتفرج على الـ Configuration تبعها، نشوف الخصائص تبعت الـ OSPF شو تأثيرها على شبكتنا بشكل كامل. لو أجينا ألقينا نظرة يعني على إيش المواضيع، طبعا يعني مبدئيا خلينا نطرح مواضيع علشان نناقشها ونعملها نعملها إعدادات يعني على شبكتنا من خلال الفيديو اللي راح يعني نعمله حاليا. فراح نتكلم كيف نعمل ريديستريبيوشن. فعنا أول شيء ريديستريبيوشن حضران. كيف يعني بيكون ريديستريبيوشن؟ يعني بيكون عندي routes، يعني عبارة عن وجهات بدي اتجهها علشان اصل يعني من الراوتر تبعي ل يعني routes او اشياء موجودة براوتينج بروتوكول اخر. هاي واحدة. الثانية اللي راح نتكلم عنها الـ OSPF interface priority. وكمان راح نتكلم عن الـ OSPF مثلا OSPF router ID، راح نتكلم عن الـ OSPF reference bandwidth، راح نتكلم كمان عن الـ OSPF router state، وكمان يعني يعني redistribution كمان metric كمان هون نقدر نضيفها هون المتريك. ممكن نضيف كمان، خلينا نضيف route summary. اتوقع هيك يعني كافي عن المواضيع اللي راح نطرحها. طيب احنا شايفين هون عنا يعني بالشبكة، طبعا هاي EM2، ليش؟ لانه احنا شغالين على virtualization، وهيك virtual machine بتسميهم. عنا area zero. الarea zero هي اللي بتمثل الكور تبعت، يعني هي الباكبون تبعت الشبكة. الاريا زيرو كل او اس بي اف لما تيجي تبني الشبكة عن طريق الاو اس بي اف لازم يكون عندك على الاقل اريا زيرو. واريا زيرو هي اللي يعني بتربط كل الاريا، مثلا عندنا هون اريا 112، عندنا اريا 113، عندي اريا 12 هون، وعندي اريا 13. كل هذول بيعتمدوا على الاريا زيرو عشان يتبادلوا الراوتس، يتبادلوا المعلومات بينهم. مبدئيا اللي راح نعمله هو بدنا نحط بعض الراوتس هون static routes على الراوتر 13 الموجود عندي هون، واعلنها للشبكة. راح نضيف كمان هون يعني شوية loop back addresses. خلينا نضيف هون loop back مثلا loop back 1، خلينا نحكي 10.2.1.0، كمان نحط loop back 10.2.2.0/24، ونحكي له loop back كمان 3 على 10.2.2.3.0/24. توقع هذول يعني كافيات.
وكمان ما ننسى انه في عنا هنا رينج من الستاتيك راوت. الستاتيك هو بروتوكول مثله مثل الريب مثل هاي، بما انه بينزل عندنا بالراوتينج بروتوكول فهو في عنا ستاتيك راوت. خلينا نحطهم 3.1.0/24 و 10.3.2.0/24 10.3.3.0/24. هذول راوتس يعني عبارة عن شبكات موجودة، لكن راح نشوف كيف احنا راح نضيفهم علشان ما يعني عشان ما يأثروا على شبكتنا نهائيا. اتوقع هيك بكفي، هيك كافي. طيب هون static routes، وقلنا في انه هون loopback addresses. ننتقل لشبكتنا. طبعا في عندي الراوتر R1 مشبوك عن طريق EM0 ب EM1 لراوتر 11. فانا راح اجي لهون نبدأ براوتر 1 مبدئيا. بس احنا راح نيجي على راوتر 1 نحكي له راوتر set protocols OSPF OSPF area 0 interface EM0 كومنت. هاي فقط مبدئيا. بعدين بدنا ننتقل هنا لراوتر 11 اللي هو على الطرف المقابل. راوتر 11 في عنده بدي احكي له set protocols OSPF area 0 interface EM1، وفي عنا area 112 اللي هي مع الراوتر 2 على interface 2، وفي عندي كمان على انترفيس 3 اريا 113. احكي له كومنت. الان نبدا باللوب باك ادريسز. كيف بدي اضيف لوب باك ادريس؟ احنا شايفين هون اللوب باك ادريس ما في عليه اي كونفيجريشن، فاللي راح اعمله هون راح احكي له set interface loop back address 0.0 family inet enter address. احنا اتفقنا انه هو راح يكون 10.2.1.0/.1. ليش؟ لانه اي بي ادريس. وكمان بدي اضيف عليه يعني زي ما كنا نضيف في المرات القادمة. بتقدر تغير هون بس ما في داعي، يعني بتقدر مثلا تحكي له هاي دوت 2 وهنا مثلا دوت 2 هيك، يعني تقدر عادي ما في مشكلة، بس زيادة غلبة يعني. هذا شيء برجع لك. بعدين كوميت مولتي هنا صحيح. راح نعمل ديليت، راح نعمل شو اللي صار عندي. طيب ماشي. ديليت و خلينا نشوف كوميت تشيك. طيب بدي اضيف، نرجع مرة ثانية في مشكلة انه لازم يكون عندي لوب باك ادريسز، فانا راح اعمل له اضافة مش زي سيسكو. طيب نعمل شو؟ شوف في عنا ثلاثة نتوركس. بدي احكي له الان set protocols OSPF area 112 interface، يا اما بتحكي له all
وانا بحبش احكي له all. loop back 0 وبدي احكي له كمان يحط ال em 2 وهي comment. طبعا هون مباشرة بما انه راوتر r1 مشبوك مع الراوتر 11 راح يكون في بينهم neighbor relationship. لو حكيت له run show ospf ospf neighbors فهنا انتو شايفين انه في عنا two neighbors. r11 عنده two neighbors r2 و r1. طبعا لو حكيت له هون show route راح يبين عندي loopback addresses تبعت r2 اللي هم dot 1 dot 2 dot 3. طبعا ببين عندي هون الادرس وبين عندي هون النتورك. بدي انتقل هون للراوتر r11 وبدنا يعني نحكي له set routing options static route. بدنا نحط static route. طبعا هنا بدنا نحط 10.3.1.0/24. طبعا هون احنا هنا يعني الموضوع اللي راح نعمله انه راح نحطهم يعني تخيل انه مشبوكات براوتر ثاني وهذا الراوتر معمول عليه فايروول. يعني هون الراوتر R3 شايفين هذول ستاتيك عبارة عن راوتر هون RX موجود برا الهاي وموصولات فيه وفي عند عليه فايروول بمنع ال ICMP echo reply. فهنا احنا راح نعمل عملية اللي هي discard بس وراح نيجي على الراوت اللي بعديها نحط 2 discard ونحط 3 كمان discard. نحكي له comment. الآن لو حكيت له run show route فراح تلاحظ انه موجودات عندك لكن وين موجودات على discard. يعني اعتبره الراوت متجهة باتجاه interface هو الراوت router discard اسمه. يعني نفس الشيء زي كأنك انت متجه نحو EM عادي discard EM مش مشكلة بس مهم انهم يظهروا عندي بالراوتينج تيبل. بعدين بدي احكي له انه الان اذا متذكرين بالريب بروتوكول كنا نعمل راوتينج بوليسي وكنا نعمل export. الان بدل ما نعمل export من بروتوكول دايركت رح نعمل export لهذول الراوتس على OSPF. فلو حكينا له مبدئيا set protocols OSPF area 113 interface EM3. بعدين بدي احكي له مش راح احكي له interface راح احكي له اياه هون انه set policy options policy statement ايش نسميها static. طبعا يفضل static. طيب static term شو الترم الاولاني بدنا نسميه t1 يعني احنا مش ابداعيين كتير بالهاي from mean from protocol شايفين from protocol static from protocol protocols بحكي ليش from protocols static هاي اول شيء. بعدين بعد ما احكي له from protocol static بدي احكي له then هون الان بقدر اتحكم اذا الراوتر r3 اعلن هذول الراوتس لداخل الشبكة ممكن يعلنهم تايب 2 تايب 1 او تايب
2. فاحنا بنقدر نتحكم كمان، بنقدر نحط المتريك. وكمان طبعا changed، هاي طبعا changed وهاي unchanged. طيب وبتقدر تحط كمان المتريك. شو كمان ممكن تحط اشياء؟ ممكن تحط المتريك، ممكن تحط التايب، يعني ممكن تتحكم كل شيء هنا. يعني لو 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 رجيتك لو عملنا كويت then ايش مثلا، تقدر تقول له then accept then يعني اخر شيء احنا راح نحط accept على كل الاحوال، لكن بدنا نحط شوية اشياء. مثلا بتقدر تحط then او طيب then external type، نحطهم type ايش؟ type 2. مثلا then كمان بتقدر تحكي له metric، مثلا metric value او metric 2. بتقدر تحط مثلا هون metric تبرها او لا، بتقدر تحطها مثلا هون متريك 3 مثلا، خلينا نحكي بس missing argument او متريك، وبعدين تحكي له مثلا متريك 3 كمان. يعني بجوز هاي هي اكثر الاشياء اللي انت يعني ممكن تحتاجها. فلو حكيت له مثلا الان commit check، فكل ممكن الان نعمل له commit. لكن قبل ما نعمل له commit ننسوش نحط set protocols OSPF، ونيجي هون نحكي له export. مين اللي بده يعمل export من الراوتينج تيبل؟ export ما فيش غيره اصلا static. اتوقع هاي بس يعني الامور اللي احنا راح نحتاجها هون. نعمل جروب ستاتيك اكسبورت ستاتيك، ومننساش كمان الان نعمل له شو، نشوف ايش الاعدادات اللي يعني حطيناها. فاحنا عندنا اول شيء المتريك 3 اكسترنال تايب 2 وذن اكسبت، وفي عندنا كمان بالاو اس بي اف بدنا نيجي نعمل export static ونعمل له commit. الآن نيجي نلقي نظرة على يعني على الراوتر R11. احنا ال networks تبعتنا 10.3 اتوقع نزلوا 10.3 الآن موجودات عندنا موجودات في 10.3 لا يعني 10.3.1.2.3. طبعا شايفين انتو المتريك هي 3 لكن هاي ما بتتغير 150، راح تضلها على هاي الحالة. ليش؟ لانه لو اجيت حكيت له run show ospf route detail، فانتو شايفين هنا
طيب راو ديتيل خلينا ناخذ 10.3.1.0/24 فهون بجوز اتوقع هون راح تكون اوضح external type 2. فبمعنى external type 2 فما راح يعني يضيف عليها اي نوع من ال يعني من ال من الراوتس. والدليل هو هون اذا حكينا له هون show SPF show route. طيب show route ونشوف 150 هون هيات هذول الاثنين و150 150 ومترك ثلاث ما تغيرش. طيب ليش احنا ممكن ما نضيفش المترك؟ يعني شو بتفرق معاهم كلياتهم اذا تغير المترك هون؟ ما هو R3 هو الطريق الوحيد عشان توصل ل 10.3 فمعناته ما في داعي اغير. ما يعني احنا بنوفر هيك سي بي يو سايكلز على كل الراوترز لانه ما في حسابات ولا اي شيء اكسترنال تايب 2. انا ما بحاجه اني اعمل حساباتي. ليش؟ لانه ما بتتغير عند الراوت، ما في داعي اشوف الباث كوست، ما في داعي يعني احسب اي حسابات اخرى على هذا الموضوع. فانا بحط تايب 2 بهي الحاله، وهي اصلا بالوضع الطبيعي بتكون تايب 2 والمترك اصلا بيكون لها زيرو، لكن انا حطيت ثلاثة لانه مش حلو تشوف المترك تبعها يكون زيرو هون. لكن اذا اجيت هون حكيت له شو اللي كتبناه هون شو SPF route. طيب شو SPF route detail detail 10.3.1.0/24. فانت شايف هنا انه نفس الشيء external type 2 metric 3 origin اللي هو تبعها طبعا هذا loop back address بس هو هذا اللي انا عامل عليه SSH. فالمفروض نيجي هنا على الراوتر R3 ونحكي له set OSPF set protocols OSPF router ID import protocol OSPF في هنا اللي هي يعني راوتر اي دي توقع بالاس بي اف اس بي اف راوتر اي دي. طيب ما في مشكلة يعني بنحل مشكلتها مرة ثانية. لكن هنا انا بدي يعني بدي اتكلم عن موضوع يعني مهم اللي هو لو حكينا له شو او اس بي اف نيبرز. فانتوا شايفين هنا انه كلياتهم في حاله الفول وكل راوتر اي دي يعني هون انت شايف الراوتر اي دي مبينه هنا الراوتر اي دي مش مبينه. ليش؟ لاني انا شابك فعليا على ار 3 على الاس اس اتش. يعني انا عامل اس اس اتش على اللي اي ام 7 اللي هو انا مش يعني مش مبينه هون ما في اي ام 7 وهون ما في اي ام 7 بس انا فعليا عامل عليهم اس اس اتش. لو شفت هون كمان انا عامل على هذا اس اس اتش. ف فعليا المفروض يكونوا 10 دوت مثلا 3 وهذاك 10 مثلا دوت كذا. لكن يعني هو باخذ اعلى اي بي ادرس وبتكون برايورتي تبعته 128 للادرس للانترفيس. كمان في شغله مهمه لازم نتفرج عليها هون اللي هي الانترفيس شو اس بي اف انترفيس. طبعا هون عندك الانترفيس ببين لك البي دي ار والدي ار والدي ار. طيب انا الستيت تبعتي دي ار بينما انا البي دي ار مع يعني بيني وبين ار 11 اللي هو انا وبين ار 1
انا عبارة عن BDR Backup Designated Router للراوتس تبعتي، بينما انا الـ DR لـ R2 و R3. فهون طبعا ايش بيعتمد الـ DR؟ انه يعني هون ما بيأثر، ليش؟ لانه برودكاست نتورك واحنا مشبوكين كلياتنا على سويتش واحد. بينما انت لما تتكلم عن يعني شبكة موصولة زي الـ OSPI زي الفريم ريلي، فانت عندك عملية هب اند سبوك، يعني عندك راوترين مشبوكات على راوتر واحد. الراوتر بالنسبة لهم زي كأنه بيمثل عملية سويتش بينهم، يعني ما في طريق انهم يتصلوا مع بعض مباشرة الا عن طريق الراوتر الثالث. فطبعا هون بتصير موضوع حساس، يعني ولازم انك تعمل كونفيجريشن للراوتس. الان رح ندخل على الراوتر R2. شايفين هذول النتوركس؟ يعني هذول النتوركس مش منطقيات. ليش؟ لانه كلياتهم تقريبا بنفس السبنت اللي هي 10.2.0.0. لو اجينا هون حكينا 1 2 3، شو next level binary address اللي هو 4، يعني معناته 4 2 to the power of 2، معناته في عنا راح يروح 2، راح تصير هاي 22 طيب مين اللي بيعمل هاي العملية؟ يعني هم معلنات عندي، موجودات عندي ب موجودات عندي هون، احنا شايفين 10.2.1 10.2.2 10.2.2 10.2.3. فانا كلياتهم بدي احولهم. ليش؟ لانه ما بيهمني، كلياتهم جايات من راوتر R2. فانا كراوتر R1 ما في طريق غير اني اتصل براوتر R11 علشان يوصل ل R12. يعني الطريق عندي بغض النظر انا ك R1 او بغض النظر عن باقي الشبكة، هون باقي الشبكة ما راح تكون قادرة على الاتصال ب R12 الا عن طريق R11. فمعناته انا بعمل عليه summary address وببعثه لباقي الشبكة. يعني مثلا لو جيت هنا حكيت له set OSPF set protocols OSPF area 112 area range. فأنا بقدر أحكي له 10.2.0.0/22. بس هنا لا أتوقع هيك يعني جيد. فببقى أحكي له كومات. فالآن أنا عندي هون، لو حكيت له show route موجودات عندي، لا زالوا موجودات اللي هم لا خلص هاي وصلت، صار ما فيش عندي غير بس واحدة، اما باقي الشبكات اللي هم لـ R3. فبهاي الحالة انا تخلصت من كل هذول الشبكات، هذول تم استبدالهم بشبكة واحدة اللي هو اللي هي هاي. وبهاي الحالة على كلا الطرفين، على كلا الحالتين، يعني انا لو حكيت له run مثلا ping 10.2.1.1 rapid، فما صار عندي اي مشكلة. لكن لو حكيت له انا اي شيء خاص بالنتورك زيرو، ما راح يطلع عندي اي نتيجة. كمان بدي اتكلم هنا عن اللي هي حكينا عن راوت سمري، خلينا نرجع بس هنا في عنا ريفرنس باندويث. طيب حكينا عن الراوتر اي دي
ونتكلم عن reference bandwidth على interface ID. طيب بالنسبة لل reference bandwidth احنا شايفين هون، يعني لما شفنا show IP route شايفين ان هون في عنا metric. ايش بتعتمد المتريك؟ يعني لما يحكي لي هون متريك 1 متريك 2 متريك 3، الان احنا بنتكلم هون عن قولهم هذول عبارة عن جيجابت ايثرنت انترفيس. في السابق كان موضوع الميت ميجابت بير سكند وموضوع يعني خرافي، يعني ما حدش رح كان يصدقك اذا بتحكي له انه في يوم من الايام راح يكون عندك انترفيس او سرعة خط 100 ميجا بت بير سكند. فهو راح يحكي لك انت يعني يبدو انك بتحضر افلام كرتون كثير ومن هاي الامور. فموضوع لما تتكلم الان يعني في 100 جيجا بت ايثرنت شانل او انترفيس او باندويث، خلينا نحكي يعني هذا شيء يعني حتى اكبر من الخرافة، يعني لانه يعني لما بنوا ب 1982 بنوا خوارزمية او طبقوا الخوارزمية داخل الشبكات، كان الريفرنس باندويث هو 100 ميجابت بير سكند، يعني 100 ميجابت بير سكند اعتبروها واحد، فكانوا يعتمدوا على الريفرنس باندويث. الآن أنت شايف أنه تغير عنا الموضوع هذا، فعلشان نعمل تغيير على هاي كلياتها لازم تيجي تحكي له set، يعني تخليه يعمل adoption، يتبنى فكرة أنه في عندك 1 gigabit ethernet channel 10 gigabit ethernet channel 100 gigabit ethernet يعني bandwidth عندك. فأنت لازم تحكي له set protocols OSPF reference bandwidth، والآن بدك تتكلم على reference bandwidth. الآن بالنسبة لل reference bandwidth لازم يتم تغييره على كل الشبكة، يعني إذا غيرت reference bandwidth هون فلازم تغير reference bandwidth reference bandwidth reference bandwidth reference حتى يعني لكل الشبكة. فبتقدر يعني إحنا حاليا عندنا 100 gigabit ethernet انترفيس او 100 جيجابت، بغض النظر هو ايثرنت او ايثرنت اوفر فايبر اوبتكس فلو حكينا 100 هي عبارة عن الفاست ايثرنت، فاست ايثرنت فعندك هي عبارة عن جيجا ايثرنت، والان صار عندك 10 جيجا ايثرنت او هيك 10 هاي 1. وإذا بدك تتبنى 100 لكن لا ترفعه أكثر من هيك. ليش؟ لأنه هنا يعني أتوقع يعني خلص إذا بدك ترفعه، إذا كنت تسيرفيس بروفايدر وعندك خطوط 100 جيجابت بير سكند، فهاي 100 بتحطها ريفرنس باندويث يعني او بحطوها الريفرنس باندويث، لكن بتوقع 10 جيجا بت ايثرنت شانل هم ممتازات، لانه غالبا انت لما تتعامل مع لما نتكلم عن 1 جيجا بت ايثر 100 جيجا بت اوفر فايبر اوبتيك يعني اف او اي، فانت بتتكلم عن اكيد راح تتعامل مع الام بي ال اس او المالتي بروتوكول بي جي بي، فبتقدر تحط هون مثلا اتوقع هيك ممتاز. بس طبعا هون بدك تيجي كمان تحكي له set protocols OSPF reference bandwidth، تحكي له 10، تيجي هون كمان على الثاني كذا set protocols OSPF reference bandwidth، ترجع هون يعني بدك تمر عليهم او من اول ما يعني من اول ما تبدا عمليه الكونفيجريشن تحط reference bandwidth. طبعا هون بهاي الحاله راح تعمل لازم تعمل run
run clear OSPF neighbor و كمان داتابيس بالمرة. هنا كمان يفضل انك تعمل run clear OSPF neighbors وهاي كمان داتابيس. لو جيت ألقيت نظرة الآن حكينا له show route، طبعا راح يتغير لنا شوية، بس ما أتوقع يتغير الأمر كثير، ما في تغيير لأنه هو يعني بالوضع الطبيعي راح يعني إحنا غيرناه مظبوط، لكن يعني إحنا قاعدين نتعامل مع 1 جيجابت ايثرنت، 1 جيجابت ايثرنت انترفيس. ف شور اوت ما في مشكله. طبعا بيبقى عندنا هون لو مثلا احنا حكينا له شو او اس بي اف انترفيس، انتوا شايفين انه احنا وضعيتنا الدي ار، بينما هون لو حكيت له شو او اس بي اف انتوا شايفين انه هون احنا بي دي ار. طبعا تغير عندي بعد ما عملت كلير صار هو الاو اس بي اف، لكن انا راح اجي عليه واحكي له اجي هون وادخل احكي له set protocols OSPF على ال interface، ما اتوقع area 13 interface EM3 واحكي له priority عشان ما يكون PDR نهائيا، تحطه صفر. بهاي الحالة طبعا يعني مش راح يكون اكيد مش رايح يكون دي ار. خلينا نعمل clear ospf neighbor، نعمل comment كمان مرة. حاليا طبعا انت راح تشوف انه هون لو حكيت له show ospf interface احنا رجعنا دي ار مرة ثانية، وطبعا بي دي ار ما فيش حدا. ليش ما في عنا بي دي ار؟ لانه احنا حطينا للصفر والصفر ما بتعطيك بي دي ار هاي. لكن انا اذا جيت هون وحكيت له انا بدي اصير بي دي ار مع اي ام 1، بقدر اجي على اي ام 1 واحكي له انت set protocols OSPF area 0 interface EM0، بعدين بدي احكي له برايورتي. لكن انا مش راح احكي له، احنا بنعرف انه برايورتي اذا القيته نظرة في الاعلى هي 128 انا هيك متذكرها، يعني 100. طيب خلينا نحطه مثلا 10، نعمل كومنت ونعمل فينا هنا كلير، لا ما عملنا كلير، عملنا كلير هون. طبعا حاليا ما اتوقع انه يتغير شيء، فهو راح يبقى البي دي ار، لكن انا راح اعمل له كلير او اس بي اف نيبر. بعدين احكي له كومنت ونشوف يعني ايش الاجراء اللي راح يعمله. شو اس بي اف انترفيس، فاحنا شايفين انه صار دي ار عليهم كلياتهم، لكن الفرق هنا انه صار في عندنا بي دي ار. مين البي دي ار؟ اللي هو ار 2.
لو حكيت شو او run show interface ترس match em0.0. فانتو شايفين هنا هاي الانترفيس، وانا شايفين هنا انه هو BDR، فهو في عملية BDR، بينما هون ما في احدا BDR، no BDR. يعني هاي واحدة من الامور اللي انت بتقدر تتحكم فيها. احنا بنقدر نعمل configuration ل يعني نكمل باقي الconfiguration لراوتر الان R2 وR3 اللي راح اعمله وراح اورجيكو شو. ما في عندي اي شيء، راح احكي له set interface EM2 interface EM2.0 family inet address 192.168.1.2 وراح يكون 2، ونحكي له set protocols OSPF area 1.2 interface EM2 commit. طبعا راح كمان اجي هون واحكي له set interface EM3.0 family inet address 192.168.1.3.3، ونحكي له set protocols OSPF SPF options. انا الراوتر اي دي هون طيب خلينا نحكي له set interface loopback 0.0 family inet address، خلينا نحكي له 192.3.3.3/24 و set protocols OSPF area 1.3 interface EM3، وكمان نقدر نحكي له loopback 0 I commit. لو حكينا له الآن show route run show route، ما في عندنا شيء. ليش؟ لأنه راوتر R1 بعده، لو حكينا له show interface stairs 2 المتصل عليهم up طيب 2.0 كمان ما فيش، كمان 3 نفس الشيء، فلازم أحكي له set interface EM3.0 family inet address 192.168.13.1/24، وكمان ما ننساش دوت 2 كمان هون دوت 2، وكمان set protocols OSPF interface area 1.3 interface EM3، كمان في عنا EM2 area 1.2 هاي commit. الآن ممكن يعني نيجي نحكي له show route، فطبعا لازال EM2 طبعا مش
راح يشتغل لأني أنا هون 13.1 12 EM3 EM1. طيب الآن المشكلة. طب شوف R3 run show route غريب run show route. ما في مشكلة، يبدو انه يعني في عندي مشكلة بالاعدادات، لكن يعني هون احنا بنشوف اني انا عندي النتورك تبعت 22 موجودة، عندي 33، عندي باقي الراوتس موجودات، وعندي اللوب باك ادرس موجود. كمان لو ارجع على راوت احكي له شو اي بي راوت، فراح يعطيني كمان الار 3 تبعت يعني باقي الشبكه اللي هي 333. فبهي الحاله يعني احنا عملنا كل الكونفيجريشن، عملنا ستاتيك راوت، عملنا سمري، عملنا دي ار بي دي ار دي ار اذرز او يعني ولا شيء. كمان غيرنا وعملنا كلير للنيبرز للداتابيس، وعملنا شوية شو كونفيجريشن، وغيرنا الكوست، وعملنا ريديستريبيوشن فروم انذر راوتينج مثل ستاتيك. هيك يعني كل او معظم الامور اللي راح تواجهها في موضوع الـ OSPF. طبعا المرة القادمة راح نتكلم عن الـ Stub والـ Not So Stubby Area والـ Link State Advertisement والأمور هاي. شاكر لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.